منتصف الليل بتوقيت القاهرة، أهلا بحضراتكم إلى نشرة أخبار جديدة من القاهرة عاصمة. والبداية كالمعتاد مع أبرز العناوين. مجموعة الـ20 تلتئم اليوم في العاصمة الهندية على مستوى وزراء الخارجية، وحرب أوكرانيا تتصدر ملفاتها. الرئيس الأوكراني تحدث أن محاور جبهات القتال تحت السيطرة والقوات الروسية تتقدم في بخمت. في انتظار تصديق المجر وتركيا، برلمان فنلندا يوافق على الانضمام لحلف شمال الأطلسي. تعقد اليوم في العاصمة الهندية نيودلهي الجلسة الرئيسية لاجتماعات وزراء خارجية دول مجموعة الـ20. تناقش الاجتماعات عددا من القضايا، في مقدمتها الأزمة الأوكرانية وتداعياتها على الاقتصاد العالمي. كان وزراء مالية مجموعة الـ20 فشلوا في الخروج ببيان مشترك يدين العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. في السياق ذاته قال وزير الخارجية الهندي في نايك واتارا إن الأزمة الأوكرانية ستشكل جزءا مهما من المحادثات في اجتماع وزراء خارجية مجموعة الـ20. وقد أضاف وزير خارجية الهند بأن الاجتماعات سوف تتناول أيضا سبل التصدي للتحديات العالمية الجديدة وقضايا الأمن الغذائي، إضافة إلى أزمة الطاقة. التساؤلات المتعلقة بأمن الغذاء والطاقة والأسمدة وأثر النزاع على هذه التحديات الاقتصادية التي نواجهها، نموذج التعاون الإنمائي الذي نريد التطرق إليه، والتهديدات الجديدة ومشكلة مكافحة الإرهاب والمخدرات، والقضايا المتعلقة بإصلاح التعددية، قضايا مهمة على أجندة اجتماعنا. كما أنه وبالنظر إلى طبيعة الصراع الروسي الأوكراني وتطوره، فمن الطبيعي أن تكون هذه النقطة مهمة للنقاش. هذا وقد وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إلى نيودلهي للمشاركة في اجتماعات وزراء خارجية دول مجموعة الـ20. وقال بلينكين إنه لا توجد خطط للقاء وزيري خارجية روسيا والصين خلال الاجتماعات. كان وزير الخارجية الأمريكي قد أكد في وقت سابق التزام واشنطن بالدفاع عن سيادة أوكرانيا ودول آسيا الوسطى. من جهة أخرى، أجرى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف محادثات مع نظيره الهندي في العاصمة نيودلهي. كما بحث الوزيران الوضع الأمني الحالي في ظل العملية العسكرية الروسية الجارية في أوكرانيا. كما ناقش وزير الخارجية الروسي والهندي سبل حل القضايا المتعلقة باستخدام العملات المحلية لتسوية المعاملات التجارية. وقبيل انطلاق هذه الاجتماعات، بحث وزير الخارجية الهندي مع نظيره البريطاني تطورات الأوضاع على المستوى العالمي. كما بحث الجانبان جدول أعمال مجموعة الـ20 وسبل تطوير العلاقات بين الهند وبريطانيا. من جهته قال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي إنه يأمل في لقاء نظيره الصيني على هامش اجتماعات مجموعة الـ20. وقد أوضح كليفرلي أنه لا توجد خطط للقاء نظيره الروسي سيرجي لافروف، وأشار إلى أن التوقيت غير مناسب في ضوء الأزمة الأوكرانية الحالية. حسنا، آمل أن أتحدث مع نظير الصيني. ليس لدي خطط للتحدث مع وزير الخارجية الروسي. موقفنا هو أن سلوك روسيا جعل التفاعلات المباشرة معهم على المستوى الوزاري غير مناسبة، لكن في النهاية موقف المملكة المتحدة بشأن روسيا معروف جيدا. أعتقد أن السلطات الروسية تعرف بالضبط موقفنا من هذا، لكنني سأنتهز الفرصة هنا في مجموعة الـ20 للتحدث إلى مجموعة واسعة من الممثلين الآخرين من جميع أنحاء العالم.
وحول قمة الـ20 نذهب تحديدا إلى أحمد بشتو هو في الانتظار. تفضل أحمد. شكرا تامر ومنى. مشاهدين الكرام أهلا بحضراتكم. أذهب مباشرة إلى ضيفنا من واشنطن عبر سكايب الدكتور إدموند غريب أستاذ العلوم السياسية. دكتور إدموند، جوزو بيريل وهو مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي قال إن نجاح قمة الـ20 هذه المرة مرهون إما بإدانة العملية العسكرية الروسية أو بالتوصل لتوافقات لإنهاء هذه الأزمة. إذن يرى من ذلك أن هذه القمة محكوم عليها بالفشل حسب معطيات بوريل؟ من الواضح أن الأوروبيين يريدوا أن يركزوا على القضية الأوكرانية وعلى التنديد بروسيا، وكذلك إلى الولايات المتحدة تريد أيضا نفس الموضوع. ولكن في النهاية قد نرى ربما ما حدث، ما سيحدث هو كما حدث في قمة بالي، أي أنه كان هناك بيان ختامي. هذا البيان الختامي لم يندد بالإجماع بروسيا وبالغزو الروسي لأوكرانيا، ولكنه قال بأن هناك أغلبية نددت بالغزو الروسي، ولكن لم يكن هناك إجماع ولم تكن هناك أغلبية مطلقة تندد بالموقف الروسي. أعتقد أن الهند في وضع صعب الآن، في هناك نوع من الحرج. الروس طبعا لهم علاقة وثيقة مع الهند. الإدارة الأمريكية ووزير الخارجية بلينكن قال بأن الإدارة الأمريكية تريد أن تكون لها علاقة أفضل مع الهند، وأن كان هناك تلميح من أيضا من مسؤول لم يذكر اسمه في وزارة الخارجية الأمريكية قال بأن الهند لها علاقات تاريخية ولها علاقات جيدة، وقد أشرنا وتحدثنا معها حول ضرورة وقف شراء الأسلحة وشراء النفط من الهند، ولكن لا يبدو بأنهم سيغيروا موقفهم حتى الآن، ولكننا نحن سنستمر في إثارة هذا الموضوع. هذا يظهر بأن هناك توترات لا تزال قائمة على الرغم من أن هناك تحسن في العلاقة الهندية الأمريكية. ولكن أيضا من ناحية أخرى فإن التصريحات التي أدلى بها وزيري الخارجية الروسي والهندي عند لقائهما أنهما يريدان أن يريا عالم متعدد الأقطاب وأنهما سيستمرا في الحوار، ولكن الهند أيضا تقول بأنها مستعدة لمناقشة قضية أوكرانيا، ولكن في نفس الوقت هناك قضايا هي الأساس الذي يجب التركيز عليه، قضايا مثل موضوع الغذاء، مثل موضوع الطاقة، مثل موضوع التعاون الاقتصادي، مثل موضوع مكافحة الأوبئة، وأنه يجب التركيز على هذه القضايا. وبالتالي هذا يظهر لأن التوترات موجودة، ولكن هذه هي المرة الأولى التي سنرى فيها وزير الخارجية الأمريكي ووزير الخارجية الروسي في نفس المؤتمر، وإن كان لن يجتمع، وكذلك لن يجتمع الوزير الأمريكي مع نظيره الصيني، ولكن سيكون في نفس المؤتمر. وهذه اللقطة مهمة دكتور إدموند، يعني ألا يلتقي بلينكين بلافروف هذا مفهوم، لكن ألا يلتقي بلينكين بوزير الخارجية الصيني في محاولة لتهدئة الأمور بعد حدث المنطاد وتوترات اقتصادية كثيرة، لماذا؟ أعتقد أولا أن هذه المرة ربما تكون الصين هي التي لا تريد اللقاء، وهذا ما رأيناه بعد الاجتماع الذي حدث بين وزيري الخارجية الأمريكي والصيني في مؤتمر ميونخ للأمن. كان هناك انتقادات أمريكية للموقف الصيني ومطالبة بالاعتذار، ولكن الصين اتهمت فيما بعد، وزير الخارجية الصيني اتهم الولايات المتحدة بالبلطجة وقال أن على الولايات المتحدة أن تغير نهجها وتغير سياساتها. ويعتقد أن وزير الخارجية الصيني سيرفض، وذكرت في ذلك الوقت أيضا وزيرة المالية الأمريكية بأنهم هم حاولوا الحوار مع الصينيين بطريقة أعمق، ولكن الصينيين صفعوهم على يديهم. يبدو أن الوقت غير مناسب، لكن دكتور إدموند، إذا لم يكن هناك توافق سياسي في قمة الـ20 هذه المرة، ألا نرى توافقا اقتصاديا؟ وقد ازدادت مشاكل العالم الاقتصادية ونحن في إطار تجمع أكبر 20 اقتصاد في العالم.
بدون شك هذه فعلا نقطة مثيرة ومهمة، وذلك أن هذه الحرب وهذا الصراع بالأحرى، لأن ما نراه هو الآن هو صراع على النفوذ، صراع الولايات المتحدة تريد أن تحتفظ بدورها القيادي العالمة، وإن كان هناك بداية اعتراف بأن هناك تعددية قطبية، ولكنها تخشى فقدان السيطرة والنفوذ التي تمتعت به منذ انهيار الاتحاد السوفيتي. الروس طبعا يتهم الولايات المتحدة بأنها هي التي تدفع العالم نحو الكارثة، منها بسبب توسع حلف شمال الأطلسي ودعم أوكرانيا بالسلاح وعرقلة التوصل إلى مفاوضات، بينما الولايات المتحدة وحلفائها يضعوا اللوم على روسيا لأنها هي التي غزت بلد آخر وهددت استقراره وسيادته. ولذلك أعتقد أننا نحن الآن في مرحلة صعبة ومعقدة جدا، وأنه سيكون هناك الكثير من السيولية إلى أن نرى نتيجة هذه الحرب في أوكرانيا. نعم. هذا من ناحية، ولكن أيضا من ناحية أخرى بدأنا نسمع اليوم، كانت إحدى أعضاء مجلس النواب الأمريكي تقول يجب ألا نرسل ولو جندي واحد إلى أوكرانيا، والبنتاغون طالب لأول مرة أوكرانيا ببدء الدفع للمشترياتها من الولايات المتحدة. نعم. وهذا إذا فعلا تم تصديقه هذا الكلام، فأن هذا يعني أننا قد نرى تباين في الرؤى داخل المؤسسة الأمريكية نفسها. أشكرك يا ضيفنا من واشنطن عبر سكايب الدكتور إدموند غريب، أستاذ العلوم السياسية، شكرا جزيلا لك. بهذا شدينا نغلق هذا الجانب من التحليل في هذه النشرة. أعود مرة أخرى إلى زميلي منى شكر وتامر حنفي. شكرا لك أحمد بشتو. نتحول الآن لتطورات الأزمة الأوكرانية. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن القوات الأوكرانية تبقي كل محاور الجبهة تحت السيطرة. هذا وقد أشار الرئيس الأوكراني إلى أن بلاده نجحت في تجاوز فصل الشتاء، إلا أنه حذر من تهديد قائم لنظام الطاقة في بلاده، وأضاف بأن حكومته بدأت بالفعل في الاستعداد للأشهر القادمة. في الوقت ذاته أعلن الجيش الأوكراني بأن القوات الروسية تواصل التقدم بالقرب من مدينة باخموت المحاصرة حاليا. وأعلنت الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أن القوات الروسية مستمرة في شن هجماتها بلا هوادة عبر باخموت في محاولة لتطويق المدينة الواقعة في شرقي البلاد. هذا وأعلنت السلطات الموالية لروسيا في منطقة دونيتسك شرقي أوكرانيا أن قوات كييف قصفت منطقة بتروفسكي بنحو 20 صاروخا. يأتي ذلك القصف غداة إعلان سلطات دونياتسك بأن متخصصين في المتفجرات بوزارة الطوارئ الروسية أطلوا مفعول أكثر من 200 لغم مضاد للأفراد تمت زراعتها من قبل القوات الأوكرانية في المنطقة ذاتها. قالت وزارة الدفاع الروسية بأن قوتها صدت ما وصفته بهجوم أوكراني كبير بطائرة مسيرة على شبه جزيرة القرم. ولم يسفر الهجوم بحسب بيان وزارة الدفاع الروسية عن خسائر في صفوف قواتها. كانت روسيا ضمت شبه جزيرة القرم من أوكرانيا في عام 2014. شكك الكرملين في تصريحات مستشار الرئاسة الأوكرانية ميخائيل بودولياك. تصريحات مستشار الرئاسة الأوكرانية أكدت عدم شن كييف لهجمات على الأراضي الروسية، بينما أعلن مسؤولون روس بأن أوكرانيا حاولت شن سلسلة من الهجمات بطائرات مسيرة على الأراضي الروسية.
أكدت السلطات الأوكرانية بأن قوات الدفاع الجوي تتعامل مع أهداف فوق سماء العاصمة الأوكرانية كييف. هذا وأفاد مراسل القارة الإخبارية بسماع دوي صافرات الإنذار في كييف، بينما طلبت السلطات الأوكرانية من السكان البقاء في المنازل. أشارت السلطات الأوكرانية إلى أن القوات الروسية قصفت خرسون 86 مرة خلال الساعات 24 ساعة الماضية، ما أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 7 آخرين. أعلنت كييف أنها بصدد الانسحاب استراتيجيا من أرتيموفسك في حال الضرورة. وقال ألكسندر روديانيسكي مستشار الرئيس الأوكراني بأن روسيا تحاول تطويق هذه المدينة باستخدام مقاتلي مجموعة فاغنر الأكثر تدريبا وخبرة على حد تعبيره، وأشار إلى أن القوات الأوكرانية لا تزال تسيطر على المدينة، ولكن إذا لزم الأمر سوف تتراجع بشكل استراتيجي حتى يتم تضحية بعناصر القوات. وتقع أرتيموفسك على بعد 55 كيلومتر شمال شرقي دونياتسك، ولا تزال مركزا لوجستيا هاما لتزويد مجموعة القوات الأوكرانية في دونباس. استكملت لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة المعنية بالحقوق المدنية والسياسية في جلستها الثانية بجنيف مناقشة تقرير مصر الدوري الخامس. وقد استكمل الوفد المصري الرد على التساؤلات التي أبداها أعضاء اللجنة بشأن مختلف موضوعات وجوانب العهد. وشهدت الجلسة تفهما من اللجنة للموقف المصري في بعض الموضوعات، وانتهت الجلسة بالبيان الختامي الذي أدلى به وزير العدل المصري المستشار عمر مروان. وفي البيان الختامي أعرب وزير العدل المصري عمر مروان عن تقديره لوفد مصر للجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة. أكد مروان أن القاهرة ستأخذ بعين الاعتبار ما تقرره اللجنة من توصيات. سنأخذ بعين الاعتبار والتقدير ما تصدره اللجنة الموقرة من توصيات بعد أن اكتملت البنية المؤسسية الوطنية المعنية بحقوق الإنسان، وأصبح هناك جهة تنفيذية معنية مباشرة بهذه الأمور، وهي اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان المختصة برصد الجهود الوطنية في هذا المجال والنهوض بمهمتها في إعداد التقارير الدورية المستقبلية واستعراضها ومتابعة توصياتها وملاحظتها والرد عليها. هذا وأشار وزير العدل المصري إلى أن التحديات التي تواجهها الدولة المصرية تحفزها نحو مزيد من الشراكة مع المؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان. كما أضاف أن القاهرة تملك إرادة سياسية مكنتها من تحقيق العديد من الإنجازات غير المسبوقة على مختلف الأصعدة. التحديات التي تواجه مصر كالتحديات الاقتصادية والسياسية وغير ذلك من الأعباء التي تفرضها الأزمات العالمية، فجميع هذه التحديات تحفزنا إلى مزيد من الجهد والإصرار على بلوغ غايتنا، وتعزز على الصعيد ذاته من أهمية الشراكة مع المؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وتبرز دورها البناء في تخطي كل الصعاب، خاصة وأن لدينا الإرادة السياسية التي مكنت من اتخاذ خطوات غير مسبوقة على أصعدة متعددة في سنوات قليلة، تشير بوضوح إلى الاهتمام بكل مصري ومصرية وحقوقه المتنوعة. وفي لقاء خاص مع القاهرة أكد وزير العدل المصري عمر مروان أن مصر اتخذت منهجا واقعيا في تقديم تقاريرها بشأن حقوق الإنسان. هذا وأضاف أن الدولة المصرية وضعت خلال السنوات الأخيرة منظومة مؤسسية للتعامل مع هذا الملف. كان في السابق المنهجية بتاعت إعداد تقارير مصر كلها أو معظمها نظرية، تعتمد على ما يقرره الدستور وما يقرره القانون بشأن حالة حقوق الإنسان. بعد كده خدنا منهجية أخرى تماما اللي هي منهجية الواقع، التطبيقات، احنا عملنا ايه بشأن هذه الحقوق، في المرأة عملنا ايه، في القضاء عملنا ايه، في المساواة عملنا ايه،
حرية المعتقد عملنا إيه؟ إيه التطبيقات اللي عملناها ونقدر نقدمها لأمام اللجان التعهدية اللي إحنا هنناقش التقرير أمامها. فكانت المنهجية مختلفة، بتعتمد في هنا بتعتمد في الأساس على النتائج المتحققة على أرض الواقع. كانت المنهجية في الأول بتعتمد في الأساس على النظرية، بمعنى الدستور بيقول إيه والقانون بيقول إيه. وصفت الخارجية الأمريكية دعوة وزير المالية الإسرائيلي بمحو قرية حوار الفلسطينية بالضفة الغربية، وصفها بالبغيضة وغير المسؤولة والمثيرة للاشمئزاز. وطلبت الخارجية الأمريكية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والوزراء وكبار المسؤولين في إسرائيل برفض هذه التصريحات والتنصل منها علنا، مؤكدة أن هذه التصريحات تحرض على العنف. أصيب 3 شبان فلسطينيين بالرصاص الحي واعتقل آخرون خلال عملية اقتحام موسعة نفذتها قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي لمخيم عقبة جبر جنوب أريحة. أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي تجاه الفلسطينيين بالمخيم، ما أسفر عن إصابات خطيرة، كما قامت بإغلاق مداخل المخيم ومنع مركبات الإسعاف والصحفيين من الدخول إليه. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن المعارضة تسعى إلى انهيار الحكومة وإجراء انتخابات جديدة. وفي مؤتمر صحفي أضاف نتنياهو بأن المعارضة تتصرف بانعدام للمسؤولية وتحرض على المظاهرات، وأشار إلى أن مجموعة من المتظاهرين يتلقون تمويلا من جهات معينة لم يحددها. يأتي ذلك على خلفية المواجهات التي وقعت بين الشرطة الإسرائيلية وبين المتظاهرين في تل أبيب احتجاجا على تحركات تتعلق بالقضاء قام بها رئيس الوزراء الإسرائيلي. أكد رئيس وزراء العراق محمد شيع السوداني أن انتصار العراق على عصابات داعش الإرهابية تم بسبب تلاحم العراقيين وإيمانهم بالتعاشر السلمي. وخلال مؤتمر صحفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش قال السوداني إن العراق أصبح مفتاح حل للكثير من المشاكل بالمنطقة وليس جزءا من مشكلة أمنية أو حتى سياسية. اليوم العراق هو مفتاح للحل في المنطقة وليس جزء من مشكلة أمنية وسياسية. نعمل على جمع الفرقاء والآراء المتناقضة في العراق الذي نرى أنه يلعب دور ريادي بين الأشقاء والأصدقاء لخلق هذا النظام الإقليمي المستقر والذي ينعكس قطعاً على الاستقرار في عموم المنطقة والعالم. من جانبه أكد أمين عام الأمم المتحدة استعداد المنظمة الدولية لدعم حكومة العراق إزاء التحديات التي تواجهها، كما أعرب عن تفاؤله بما تقوم به الحكومة العراقية حاليا من جهود في جميع المجالات. يشجعني تشكيل الحكومة الجديدة وبرنامجها الإصلاحي التطلعي، وأحيي رئيس الوزراء على التزامه على معالجة التحديات التي تواجهها البلاد بما في ذلك محاربة الفساد، تحسين الخدمات العامة، وتنويع الاقتصاد لتقليل البطالة وخلق فرص خاصة للشباب. هذه التغييرات تتطلب إصلاحا ممنهجا ومؤسسات قوية ومساءلة أقوى وحوكمة أفضل على جميع المستويات، والأمم المتحدة تبدي استعدادها لدعم جميع هذه الجهود المهمة. وفي مؤتمر صحفي منفصل أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على دعم التنمية المستدامة ومجابهة التغيرات المناخية في العراق. هذا وقد طالب غوتيريش بمعالجة الظروف الاقتصادية التي تغذي الإرهاب لمنع عودته مرة أخرى، مؤكدا على دعمه للعراق في حربه ضد الإرهاب. الأمم المتحدة مستعدة لدعم الحكومة العراقية بما يتوافق مع كافة الإجراءات المعترف بها السيدات والسادة. على مدار 5 أعوام منذ انتصار العراق على داعش
أصبحت هناك الكثير من الأولويات في العراق وفي العالم أجمع، لابد من التركيز على الوقاية والردع الأعمال الإرهابية ووضع ترتيب أولوية للاستراتيجيات التي تعكس كافة الأصوات بما في ذلك أصوات الأقلية والشباب، ومن خلال ذلك يمكن ممارسة كافة حقوق الإنسان بشكل ملائم في هذا العام. شدد الرئيس التونسي قيس سعيد على ضرورة محاسبة كل من أجرم في حق الشعب التونسي، وخلال لقائه مع وزيرة العدل التونسية أكد سعيد أنه بدون قضاء عادل وناجز لن يسترد الشعب التونسي حقوقه ولن يعرف الحقيقة التي طالما نذى بكشفها. هذا واستقبل الرئيس التونسي قيس سعيد وزراء الداخلية العرب بمناسبة مشاركتهم في الدورة الأربعين لمجلس وزراء الداخلية العرب. تسلم الرئيس التونسي الدرع التذكاري للمجلس من وزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود. أكد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط الدور المركزي الذي تلعبه وزارات الداخلية لمعالجة مشكلات الصراعات والنزاعات الأهلية الخطيرة، داعيا إلى حلول جذرية وتسوية سياسية لهذه المشكلات التي تفرض هذه الظواهر الأمنية السلبية. جاء ذلك خلال كلمة الافتتاح لأعمال الدورة الأربعين لمجلس وزراء الداخلية العرب والمنعقد في تونس، حيث أشار أبو الغيط إلى وجوب اطلاع الفكر الداعشي والتكفيري من التربة العربية. تناقش الدورة الحالية تفعيل عمل المجلس في مجال الأمن السبراني وفي مكافحة الجرائم الإلكترونية. من القاهرة الإخبارية نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. ماكرون في الجابون في مستهل جولة إفريقية تزامنا مع استراتيجية فرنسا الجديدة تجاه القارة السمراء. وافق نواب البرلمان في فنلندا بغالبية ساحقة على الانضمام لحلف الشمال الأطلسي، لكنه ما زال بحاجة إلى مصادقة كل من تركيا والمجر لتطبيق هذا الانضمام، وتسعى فنلندا لتكون عضوا بحلف الشمال الأطلسي دون انتظار موافقة أنقرة وبودابست. كان أمين العام لحلف الناتو يانس ستولتنبرغ قد أكد أن الوقت حان لكي تصادق تركيا والمجر على انضمام فنلندا والسويد لهذا الحلف، مشددا على أنهما أوفتا بتعهداتهما بموجب اتفاقهما الثلاثي مع تركيا والمبرم في يونيو الماضي. أعلنت الأغلبية الحاكمة في البرلمان المجري تأييدها لانضمام السويد وفنلندا لحلف شمال الأطلسي الناتو، حيث يتوقف انضمامهما على موافقة برلماني المجر وتركيا. وفي كلمته أمام البرلمان طلب وزير الخارجية بيتر سازتاري الأعضاء بالموافقة، مضيفا أن توسع الناتو ليشمل فنلندا والسويد هو خطوة مهمة نحو تعزيز أمن المجر والمنطقة الأوروبية الأطلسية. وحول هذا الأمر هذا أحمد بشتو تحديدا في الانتظار، تفضل أحمد. شكرا تامر ومنى ومشاهدينا الكرام، من جديد أهلا بحضراتكم. أذهب مباشرة إلى ضيفنا عبر تقنية زوم من باريس الأستاذ عبد الغني العيادي الخبير في الشؤون الأوروبية. سيد العيادي، فنلندا تبني الآن سياجا حدوديا بطول 200 كيلومتر في الحدود مع روسيا، يعني خطوة تبدو رمزية، وخاصة أن الحدود الفنلندية الروسية تتعدى 1340 كيلومتر، لكن هذه الرمزية تقول أن هناك خوف فنلندي بالفعل، فبالتالي يجب أن تتبع هذه الخطوات السياسية، خطوات سياسية أوسع حتى تنضم فنلندا إلى حلف الناتو. هل
ستستمر هذه الوتيرة بشكل أسرع حتى تحقق هلسنكي ما تريده؟ تحياتي سيدي، شكرا على الاستضافة. فنلندا لم تخفي يوما تخوفها من روسيا حتى قبل اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية. كانت تجعل من روسيا أو تضع روسيا في خانة الذي الدول التي ممكن أن تهدد أمنها واستقرارها قبل حتى أن تكون في خانة الممكن انضمامهم للناتو. وكذلك روسيا التي كانت تتخوف من جبهة واحدة لحضور الناتو على حدودها الآن مع فنلندا والسويد تفتح عليها جبهتين. نعم هناك خطر حدودي للاثنين، بمعنى لروسيا ولفنلندا وللسويد أيضا للقرب الجغرافي وللخطورة الجيوستراتيجية لهذا القرب، ولتوفر فنلندا والسويد على قوى عسكرية وتواجد استراتيجي في أمكنة وفي جزر معينة، تواجد استراتيجي يهدد روسيا. ومن يهدد روسيا؟ طبعا روسيا تستجيب وتكون حذرة، وبالتالي تكون مصدر خوف وتخوف. بالتالي سيد العيادي، هل سيضيق انضمام فنلندا الخناق على روسيا بهذه الحدود الطويلة جدا؟ الحدود لا تفي بالغرض وحدها، ربما تقي البلدان من التوغل الحدودي لكنها لا تقيها من شرور الأسلحة الجوية وشرور الصواريخ العابرة لكل الحواجز. هي محاولة وقائية، محاولة أيضا للفت الانتباه إلى موقعها يعني القريب جدا من الخطر الروسي تجاه الناتو لتعجيل وتيرة الانضمام، وبالتالي الاستفادة من البند العاشر، بند التعاون العسكري وبند يعني الانتصار للقوى المنضوية تحت اللواء الناتو. نعم. في حالة تم الاعتداء عليها عسكريا، لكن الجدران لم تحمي أبدا أي بلد من الضربات الجوية. سيدي، ضيفنا من باريس الأستاذ عبد الغني العيادي الخبير في الشؤون الأوروبية، أشكرك جزيل الشكر. إذن مشاهدين الكرام، نغلق باب التحليل في هذه النشرة ونعود مرة أخرى إلى زميلي تامر حنفي ومنى شكر. شكرا لك أحمد. وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الجابون في مستهل جولته التي يزورها خلالها أنغولا والكونغو برازيل وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وتستمر حتى 5 مارس. تتزامن هذه الزيارة مع إعلان فرنسا عن استراتيجية جديدة للتعامل مع القارة السمراء، تشمل خفض أعداد القوات الفرنسية المتواجدة بعدة دول وتعزيز الشراكة التعاونية. العلاقة المستقبلية بين فرنسا وإفريقيا محور جولة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى القارة السمراء التي تستمر حتى 5 مارس الجاري. الزيارة تشمل 4 دول هي الجابون، أنغولا، الكونغو برازافيل وجمهورية الكونغو الديمقراطية. ويعد خفض أعداد القوات الفرنسية في عدة دول إفريقية وتعزيز شراكة التعاون ضمن القضايا الشائكة التي تنتظر ماكرون في جولته الأفريقية. فالجولة تتزامن مع إعلان فرنسا استراتيجية جديدة للتعامل مع الدول الإفريقية، والمسار الذي يعتزم ماكرون انتهاجه خلال فترة ولايته الثانية، حيث سيقدم أولوياته في تعميق الشراكة بين فرنسا ودول القارة. ماكرون أكد أن بلاده ستتبنى علاقة جديدة متوازنة ومتبادلة ومسؤولة مع دول القارة، مشيرا إلى أن إفريقيا ليست منطقة نفوذ. ماكرون شدد أيضا على أهمية الانتقال من منطق المساعدة إلى منطق الاستثمار،
إفريقيا تمثل قارة استراتيجية للدول الكبرى، فهي مصدر للموارد الطبيعية، وتسعى فرنسا إلى بناء علاقاتها مع القارة السمراء، لكن بصعوبة في ظل تشكك عدد متزايد من سكانها في وعود الرئيس الفرنسي بتغيير نهجه تجاه بلادهم بشكل جذري. أعلنت مفوضية الانتخابات في نيجيريا فوز مرشح الحزب الحاكم في البلاد بولا تينوبو في انتخابات رئاسية جرت مطلع هذا الأسبوع. ويمدد فوز تينوبو سيطرة حزب المؤتمر التقدمي على الحكم. أعلن فوز مرشح الحزب الحاكم بولا تينوبو في الانتخابات الرئاسية وفقا للقانون. حصد تينوبو نحو 8,800,000 صوت، بينما حصل منافسه من المعارضة أتيكو أبو بكر على 6,980,000 صوت. للمرة الأولى في تاريخه السياسي يصل بولا تينوبو القيادي بحزب مؤتمر كل التقدميين إلى سدة الحكم في نيجيريا. تينوبو السياسي المخضرم حصل على 8,800,000 صوت في الانتخابات الرئاسية، متفوقا على منافسيه الرئيسيين لعتيق أبو بكر مرشح حزب الشعب الديمقراطي الحاصل على 6,900,000 صوت، ومرشح حزب العمال بيتر أوبي الذي حصد 6,100,000 صوت. تصدر مرشح الحزب الحاكم لم يكن على المستوى الوطني فحسب، بل حصد أيضا أكثر من 25% من الأصوات في ثلثي ولايات البلاد على الأقل، بالإضافة إلى منطقة العاصمة أبوجا التي تعد شرطا للفوز بالرئاسة. تينوبو البالغ من العمر 70 عاما، تنتمي عائلته إلى جماعة اليوروبا العرقية التي يقطن معظم أعضائها في جنوب غرب نيجيريا. في السبعينيات اتجه إلى الولايات المتحدة، حيث تخرج من جامعة ولاية شيكاغو بقسم إدارة الأعمال عام 1979، وعاد إلى بلاده في الثمانينيات ليعمل بإحدى شركات النفط، إلى أن انخرط في عالم السياسة في التسعينيات وينتخب حاكما لولاية لاغوس منذ عام 1999 وحتى 2007. عهد جديد تبدأه نيجيريا مع تينوبو على مدار 4 سنوات مقبلة، يرث خلالها مهمة شاقة تتمثل في إصلاح دولة تعاني اقتصادا منهارا وخطرا أمنيا تشكله الجماعات المسلحة والإجرامية. تحديات تقع على عاتق الرئيس الجديد، يأمل الشعب النيجيري نجاحه في وضع حد لنهايتها. بدأت الولايات المتحدة برنامجها التدريبي السنوي لمكافحة الإرهاب للقوات الإفريقية في غانا، حيث يهدف هذا التدريب إلى تعزيز الدفاعات الحدودية للدول الشريكة في المنطقة لمواجهة المنظمات المتطرفة والتعاون عبر الحدود وتوفير الأمن لشعوبها. وانطلق البرنامج المعروف باسم فلانت لوك في قاعدة عسكرية ببلدة دابويا في غانا، حيث يتم تدريب الجنود من جميع أنحاء القارة على الإسعافات الأولية وتدريب إطلاق النار وسط درجات حرارة حارقة. أعلن وزير النقل اليوناني كوستاس كارمانيلس استقالته من منصبه على خلفية حادث تصادم القطارين. أفاد مراسل القاهرة الإخبارية في اليونان بارتفاع عدد ضحايا الحادث الذي وقع في شمال غرب العاصمة أثينا إلى 40 شخصا. أوضح مراسلنا أنه تم اعتقال مدير محطة تمبي على خلفية الحادث الذي صدم فيه قطار لبضائع آخر للركاب قرب مدينة لاريسا. هرعت فرق الإنقاذ إلى موقع الحادث، حيث تم استعفاء المصابين وإجلاء الآخرين. في هذا السياق تفقد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس موقع حادث تصادم القطارين في لاريسا الواقعة في شمال غربي البلاد، وتعهد بالكشف عن أسباب الواقعة وبذل الجهد لعدم تكرار مثل هذا الحادث مجددا.
ما نشهده اليوم صعب للغاية كدولة. نحن نتحدث عن مأساة لا توصف. قبل كل شيء نعزي أقارب الضحايا. واجبنا معالجة الجرحى والتعرف على هويات جثث الضحايا. أتعهد بأننا سنكتشف أسباب هذه المأساة. نبذل قصارى جهدنا للتأكد من عدم حدوثها مرة أخرى. أعلنت الكلية الملكية للتمريض البريطانية بأن أعضائها صوتوا بأغلبية ساحقة برفض عرض الحكومة بشأن زيادة الأجور، وحذرت الكلية الملكية للتمريض من مزيد من الاضطرابات إذا لم يكن هناك عرض جيد في غضون 5 أيام. كما صوت حوالي 33 ألف موظف حكومي بريطاني من أجل هذا الإضراب بشأن الأجور، وسينضمون إلى 100 ألف موظف آخرين يعتزمون الإضراب في منتصف مارس الجاري بالتزامن مع موعد إعلان الموازنة الجديدة. قالت فاينانشال تايمز إن أسعار المنازل في بريطانيا سجلت أكبر انخفاض في عقد وسط مخاوف من تصاعد الأزمة بسوق العقارات. توقعت بلومبرغ أن تنخفض أسعار المنازل في بريطانيا بنسبة تصل إلى 10% العام الجاري، حيث إن أسعار الفائدة المرتفعة والركود المتفاقم يضغطان على السوق التي ازدهرت خلال الوباء. اضطرت المحال التجارية في بريطانيا إلى تحديد عدد المنتجات لكل عميل في ظل ما تعانيه الدولة من نقص حاد في بعض أنواع الفواكه وفي بعض أنواع الخضروات بفعل سوء الأحوال الجوية والارتفاع الحاد في أسعار الطاقة. وعلى جانب آخر أرجع العديد من البريطانيين السبب إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. نتابع المزيد من التفاصيل عن أزمة الغذاء في بريطانيا في هذا التقرير التي رصدته عدسة القاهرة الإخبارية. أزمات مركبة تعيشها بريطانيا هذه الأيام. المائدة بدأت تخلو من مواد أساسية بسبب النقص الكبير الحاصل في المواد الغذائية والخضروات. ومثلما بدأ البريكزيت بمزاعم حول ما سوف تحقق بريطانيا من ازدهار فلم يتحقق، فقد بدأت حرب نقص السلع الغذائية الأساسية، فتم فرض القيود على ما يحق للمواطن البريطاني أن يشتريه، وذلك قبل أن تمتد يد القيود إلى الخضروات. بالقول إن مزارع البيوت الزجاجية لم يعودوا يزرعون ما كانوا يزرعونه من قبل نتيجة تردد المزارعين البريطانيين على استخدام البيوت الزجاجية بسبب التكلفة الباهظة للطاقة في أعقاب الطقس السيء والذي ضرب عدداً من وجهات الاستيراد. لابد من فعل شيء ما، لأن هناك كثير من مصاعب الحياة، فقد أصبحت الأرفف فارغة من البضائع وتزداد الأسعار وترتفع ارتفاعاً جنونياً. أنا أعمل مدير لأحد المطاعم، ونحن نعتمد اعتماد كبير على كافة أنواع الخضروات، والآن نضطر إلى تقديم عناصر محدودة بقائمة الطعام. وليس هذا فحسب، فقد سجلت أسعار المواد الغذائية تضخماً وصل إلى ذروة قياسية مع أزمة تكاليف المعيشة. وقالت شركة كنتار لأبحاث السوق بعد تتبع كلفة أكثر من 75 ألف منتج إن الأسعار تسارعت بنسبة 17.1% في الأسابيع الأربعة حتى 19 فبراير مقارنة بالعام السابق، وكانت هذه أعلى زيادة سجلتها الشركة والتي بدأت هذا المسح في عام 2008. أعتقد أن البريكزيت هو أحد الأمور الأساسية التي تسببت في هذه المشكلات والمعاناة. لم يكن علينا أن نترك الاتحاد الأوروبي. لا نريد مزيداً من ارتفاع الأسعار، حيث أن المرتبات لا تزداد مع ذلك، والأمر يزداد صعوبة في كافة الأمور. ويعتبر تضخم أسعار البقالة ثاني أكبر قضية مالية للبريطانيين بعد ارتفاع أسعار الطاقة، حيث وجدت الشركة أن 25% من الأسر البريطانية كانت تكافح مالياً في يناير عندما استطلعت آراء ما يقرب من 10,000 مستهلك بالمقارنة مع 5% فقط قبل عام واحد.
الأزمات تؤثر علينا جميعا، فبالأمس لم أستطع الحصول على أي خضروات، فقط ثلاثة خيارات على مدار الأسبوع كله، هذا ما تحصلت عليه، وثلاثة حبات من الخس. كذلك لا أعلم ماذا يدور، لا أعتقد أن هناك أي تحسن مع هذه الحرب. وقالت مؤسسة جوزيف راونتري وشبكة بنك الطعام تراسل تراست إن المزايا غير الكافية كانت الدافع الرئيسي للارتفاع الكبير في معدلات الفقر واستخدام بنوك الطعام في الأشهر الأخيرة. أزمات متتالية تدفع إلى تساؤلات: ماذا يحدث في بريطانيا إلى حد أنها تفرض التقنين على مواطنيها في شراء السلع الغذائية الأساسية؟ وهل يعود أصل هذه الاضطرابات إلى البريكزيت أم أنه سوء إدارة لشؤون البلاد أم كلاهما معاً؟ من العاصمة البريطانية لندن، هنا القاهرة. في أمر الاقتصاد، حدد مصرف لبنان المركزي سعر صرف جديد لليرة على منصة صيرفية عند 70,000 ليرة للدولار واحد اعتبارا من الخميس. وأكد بيان لمصرف لبنان أن المصرف سيلبي كامل الطلب الناتج عن بيع الليرة اللبنانية من قبل الشركات وحتى الأفراد، مع تقديم الطلبات عبر المصارف وتسجيل عبر منصة صيرفية وتسدد بغضون 3 أيام عمل. وفي ظل تذبذب أسعار خام برنت وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر والمعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي في اجتماعها، قررت التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلي، حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتبارا من الساعة 2 صباح اليوم الموافق 2 مارس عام 2023، لتصبح كالتالي: 8.75 جنيه للتر البنزين 80 و10.25 جنيه للتر البنزين 92 و11.5 جنيه للتر البنزين 95، وسعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز ليصبح 6,000 جنيه للطن، وتثبيت سعر بيع السولار عند 7.25 جنيه للتر، وتثبيت سعر المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية، وتم تعديل غاز تموين السيارات ليصبح 4.5 جنيه للمتر. افتتح الملحق التجاري بالسفارة السعودية بالقاهرة زيد بن عبد الله الأسمري مصنعا لتجميع حافلات النقل بمدينة السويس الجديدة. ويتبع هذا المصنع الشركة العربية للتجارة والتصنيع وخدمات النقل بالتعاون مع شركة كينغ لونغ الصينية في إطار تعزيز العلاقات السعودية المصرية الصينية. وشهد الافتتاح توقيع عدد من بروتوكولات التعاون والشراكات الاستراتيجية بين الأطراف المساهمة في هذا المشروع. وفي الرياضة، سيكون عشاق الساحرة المستديرة على موعد مع كلاسيكو الأرض والذي يجمع ريال مدريد وضيفه برشلونة في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا. كانت آخر مباراة جمعت الفريقين قد شهدت تتويج البارسا بلقب السوبر على حساب المرينجي. وأكد كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد أهمية مباراة فريقه في كأس الملك أمام برشلونة في برنابيو، وأصر أنشيلوتي على أن فريقه ليس في حاجة إلى الثأر من هزيمته في كأس السوبر أمام الفريق الكتالوني.
وعلى الجانب الآخر يرى تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة أن الغريم التقليدي ريال مدريد هو المرشح للفوز بالكلاسيكو، لكنه أكد على أن برشلونة سيلعب من أجل الفوز على الريال في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا. هذا ختامنا، ومعه تذكير بأهم ما كان معنا من أنباء. مجموعة لاشين تلتئم اليوم في العاصمة الهندية على مستوى وزراء الخارجية، وحرب أوكرانيا تتصدر ملفاتها. زيلينسكي يقول إن محاور جبهات القتال تحت السيطرة والقوات الروسية تتقدم في بخموت. في انتظار تصديق المجر وتركيا، برلمان فنلندا يوافق على الانضمام لحلف شمال الأطلسي. وللمزيد من المتابعة يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني القاهرة news.net، كما يمكنكم متابعتنا على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة فيسبوك وتويتر وإنستغرام ويوتيوب. يمكنكم أيضا متابعة القاهرة الإخبارية على 11-747 رأسي. كما يمكنكم تحميل تطبيق القاهرة الإخبارية من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر أمامكم على الشاشة. هذا ختامنا، شكرا لطيب المتابعة.